سلام البنات، كي داير؟ لاباس عليكم. مرحبا بكم في فيديو جديد وموضوع جديد. اكيد ان الفيديو ديال اليوم فيديو مهم ان شاء الله لكل سيده تنتظر الذريه. بطبيعه الحال كاين وصفات قويه من ضمنهم هذه الوصفه هذه لتنشيط الرحم لتشجيع التبويض وكذلك للحصول على حمل سريع باذن الله. اكيد انه كاين بزاف ديال الطرق بزاف ديال النصائح وكذلك الوصفات الطبيعيه اللي ممكن انها تساعد كل سيده في الحصول على حمل سريع وكذلك في تنشيط الاباضه وتنشيط الرحم. من ضمنهم هذه الوصفه هذه القويه، وصفه ممتازه رائعه جدا لكل سيده متاخره في الانجاب، كل سيده كبيره في السن، يعني تجاوزات سن 45 سنه، بدات كتنقطع عليها الدوره الشهريه وبغات انها ترجع الدوره ديالها ولو بوصفة طبيعية باش تحصل على الحمل. بلا شك انه بزاف ديال الاشياء ممكن تقومي بها، وغادي نستغل هذا الفيديو هذا ونذكر لكم الوصفة الخلطة القوية، خلطة العسل بالاعشاب، الوصفة اللي كنحضرها شخصيا. كنسهر على انني ندير جميع العناصر الممتازة اللي ممكن انها تنشط لك الاباضة. الا بغيتي تطلبي هذه الوصفة هذه وتتبعيها في الشهر الثاني غتبدا تعطيك المفعول ديالها ان شاء الله. تواصلي معايا، نخلي لك الرقم في اول تعليق، وبطبيعه الحال السيدات اللي ما جاوبتهمش في اقرب فرصه ممكنه عرفوا بان عندي واحد الضغط كبير. الوصفه ما شاء الله لقات نتائج مرضيه، والوصفه استعملوها سيدات وبداو كيلاحظوا الفرق. اكيد بلا شك ديما كنبغي نكون ديما عند حسن الظن ديالكم، كنقدم كل ما هو مفيد ان شاء الله، ونتمنى ديما نبقى هكا، يعني نعطيكم كل ما هو مفيد ان شاء الله. بطبيعة الحال هاد الوصفة هادي تهي ممتازة، يعني هاد الوصفة اللي غنقدم في هاد الفيديو تهي كتعطي نتائج مرضية إن شاء الله. هاد الوصفة هادي بلا شك بزاف ديال السيدات استعملوها وعطاتهم تاهما نتائج في سرعة حدوث الحمل. بطبيعة الحال المكونات ديالها بسيطة، تهي مكونة من العسل وأشياء أخرى اللي غادي نطرق ليها في هاد الفيديو باش تنتوما تجربوها علاش لا. والسيدات كنذكركم السيدات اللي بغاو يعني الوصفة اللي يتبعوها العلاج لمدة ديالو شهرين تل 3 أشهر هما اللي تواصلوا معايا في الخاص. اكيد غنعطيكم الوصفة وغادي نرسلها لكم فيما كنتي وداخل وخارج ارض الوطن. بلا شك انه بزاف ديال الاشياء والوصفات الطبيعيه اللي ممكن انك تجربها لتنشيط المبايض. من ضمن هذه النصائح هذه تناولي الاطعمه الغنيه بمضادات الاكسده. الاطعمه الغنيه بمضادات الاكسده كتكون يعني مضادات الاكسده في الشوكولاته السوداء، في الطماطم، جميع الانواع ديال الفواكه، وكذلك الخضار. بطبيعه الحال اللوز، الجوز، المكسرات هي فيها مضادات الاكسده، يعني فيتامين سي هو مضاد رائع للأكسدة، كيكون في البرتقال، في الليمون، يعني هاد الأشياء هادي بحثي عليها، بحثي مضادات الأكسدة فين كتكون في الأكل ديالنا وتناوليها بصفة منتظمة. المضادات الأكسدة كتعمل على محاربة شيخوخة الجذور الحرة اللي كتكون في البويضات ديالك، هي اللي كتخلي البويضات ديالك ما كتكونش بجودة عالية. يعني النقص ديال مضادات الأكسدة كيجعل أن البويضات ديالك تكون بواحد الجودة سيئة، وكذلك ما تلقاش وما كيحصلش الحمل. مضادات الاكسده كتمنع الشيخوخه ديال البويضه، يعني ما كتخليش البويضه ديالك توصل لواحد، ملي كتوصلي لواحد السن كتبقى بديك الجوده وبديك الكفاءه ولو انك يعني وصلتي لواحد السن معين. وبطبيعة الحال حاولي أنك تقللي قدر المستطاع من الكربوهيدرات. بطبيعة الحال الكربوهيدرات، الدهنيات، السكريات، الحلويات، جميع هاد الأشياء هادي حاولوا أنكم تحيدوها من الأكل ديالكم، لأنها غادي تزيد تضعف لك قوة البويضة والجودة ديالها وما غتخليهاش صالحة للتخصيب. حاولي أنك تاكلي الأطعمة الغنية بالكالسيوم، الأطعمة الغنية بأحماض الأوميغا 3 الدهنية، الحمضيات، منتجات الحليب، كذلك الفاصوليا، العدس، يعني القطنيات، ولو أن الجو يعني حار ولكن حاولوا أنكم تدخلوا القطنيات في النظام ديالكم الغذائي. غادي هنا نعطيكم يعني الوصفة القوية الممتازة اللي ممكن أنك تجربها وأكيد إن شاء الله تعطيك نتائج مرضية. بطبيعة الحال هاد الوصفة هادي غتناوليها مدة 15 يوم. هاد الوصفة هادي مكونة من خلطة الحلبة، اللي هي غادي تخلطي تقريبا ملعقة صغيرة من الحلبة مع ملعقة صغيرة من الحبة السوداء، وغادي تخلطيهم في ربع كيلو عسل طبيعي.
إذا سأكرر مكونات الوصفة. مكونات الوصفة هي عبارة عن ملعقة صغيرة من مطحون الحلبة مع ملعقة صغيرة من مطحون الحبة السوداء في ربع كيلو عسل طبيعي. غادي تاخدي ملعقة في الصباح، ملعقة في المساء، مدة 15 يوم، إذا من أول يوم لنزول الدورة إلى غاية اليوم 15. وبطبيعة الحال ممكن أنك تزيدي مع هذه الوصفة الرشاد، تناولي الرشاد بمعدل 3 مرات يوميا أثناء الدورة الشهرية بمقدار نصف ملعقة صغيرة. نصف ملعقة صغيرة غادي تضيفيها للحليب وغادي تناوليها في الصباح بعد الظهر وكذلك في الليل بمعدل 3 مرات يوميا أثناء الدورة الشهرية، أي في اليوم الثالث إلى غاية اليوم الخامس تقريبا، وانت كتناولي الوصفة الثانية، يعني الوصفة الأولى يوميا مدة 15 يوم، الوصفة الثانية من اليوم الثالث إلى اليوم الخامس تقريبا بمعدل يومين 3 مرات في اليوم. نصف ملعقة من حب الرشاد غادي تضيفيها للحليب أو ممكن يعني تناوليها مباشرة، ولكن من الأفضل أنك تضيفيها للحليب باش تكون ساخنة وتصفي لك الجسم ديالك من جميع الترسبات وكذلك تخلصك من الشوائب اللي كتكون عالقة في الرحم ديالك، هي اللي كتأخر لك الإنجاب. وبطبيعة الحال ما تنسوش أنكم تبتعدوا على التوتر، الضغط النفسي، الإجهاد، جميع هذه الأشياء هذه كتقدر هي تأثر بالسلب على الخصوبة ديالكم. حاولوا أنكم تناولوا الخضروات الورقية الخضراء اللون مثل السبانخ، الخس، الجرجير، البقدونس. بطبيعة الحال يعني راه كاين يعني وصفات وكاين عصير اللي كيكون طبيعي اللي ممكن تستخدمي فيه المعدنوس، كتضيفي المعدنوس للتفاح وكتخلط وممكن تضيفي الخيار وكتخلطي هذا العصير بواحد الكأس ديال الماء وكتشربيه يوميا. بالنسبة للسيدات اللي عندهم ضعف الخصوبة فهو كذلك مقوي للمبايض بامتياز. يعني كاين سيدات محتاجين لوصفات أقوى من سيدات أخريات، مثل السيدات اللي عندهم ضعف الإباضة الشديد، السيدات اللي عندهم انقطاع شديد في الدورة، يعني الدورة ديالهم كتقدر تجيهم فقط مرتين في السنة أو 3 مرات. هاد السيدات محتاجين علاج معمق، داكشي باش انا اجتهدت وقمت بواحد الوصفة اللي ذكرتها لكم في بداية الفيديو، الوصفة اللي كنوجد شخصيا اللي كنجمع فيها مجموعة من العناصر. ما كرهتكمش تجربوها، جربوها الشهر الاول وغتشوفوا الفرق وغتلاحظوا النتيجة بإذن الله من الشهر الثاني، خصوصا يعني إذا كان عندكم مشكل بسيط ممكن من الشهر الاول تبدا تبان لكم النتيجة. من الشهر الثاني بالنسبة للسيدات اللي عندهم مشكل متوسط، يعني مازال كتجيهم الدورة ولو انها غير منتظمة، ومن الشهر الثالث للسيدات اللي عندهم انقطاع في الدورة، انقطاع كلي أو سن يأس مبكر، هاد السيدات غيبداو يشوفوا النتيجة من الشهر الثالث. ضروري الوصفات الطبيعية عطيها الوقت، عطي الجسم ديالك الوقت باش يستوعبها، باش يعني التكوين ديال الجسم ديالك تدخل فيه داك التركيبة ديال الخلطة ديال العسل بالأعشاب باش تعطيك النتيجة إن شاء الله. بزاف ديال السيدات حملوا بها، أكيد كاين سيدات حملوا من الشهر الأول، كاين سيدات من الشهر الثاني، على حسب الجسم ديالك والاحتياجات ديالو، على حسب واش عندك واحد النقص شديد في الهرمونات أو لا، على حسب المشكل اللي عندك، وكذلك على حسب أنك يعني حاولي أنك تدير النية ديالك في كل وصفة كديري، وإن شاء الله الكمال على الله، ديري بالأسباب، توكلي على الله. بالنسبة لهذه الوصفة هذه اللي كنحضر فكنصيفطها داخل وخارج المغرب، وغنخلي لكم الرقم ديال الواتساب اللي كنجاوبكم انا مباشره وكنعطيكم يعني المعلومات الكافيه باش نرسل لكم الوصفه، وكذلك كيفاش يعني كنسولكم على المشكل اللي عندكم، وكذلك باش كنعرف شنو غادي نحط لكم في هذه الوصفه هذه ان شاء الله. وهذه الوصفه هذه بطبيعه الحال فهي ما عندهاش اضرار جانبيه نهائيا، لان مكوناتها طبيعيه ممتازه، فيها جميع العناصر اللي كتحتاجها كل سيدة للتبويض الطبيعي بإذن الله. بطبيعة الحال هذا الفيديو هذا فهو كذلك الوصفة اللي حطيت فيها هي ممتازة إن شاء الله. كان هذا هو الفيديو اللي عجبكم، حاولوا أنكم تخليوا لي واحد اللايك باش تعم الفائدة وتوصل هذه الوصفة هذه وهذه القناة لجميع السيدات اللي عندهم ضعف الإباضة، اللي عندهم
اللي عندهم كذلك ضعف الخصوبة، باش إن شاء الله يستافدوا من جميع هذه الوصفات اللي كنقدم حصريا في هذه القناة. وكذلك علاش لا بغاو الوصفة ديالي تاهما يطلبوها ويستافدوا منها ومن المكونات ديالها ويحصل عندهم حمل بسرعة إن شاء الله. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتسنى التعاليق ديالكم أسفل الفيديو، غادي نحاول أنني نضرب لكم موعد في الفيديو الجاي. بالنسبة للسيدات اللي ما كيوصلوهمش إشعارات الفيديوهات الجديدة، حاولوا أنكم تحيدوا الاشتراك وعودوا ردوا الاشتراك مرة أخرى، لأن كاين مشكل في الإشعارات ما كتوصلش للسيدات، يعني كل فيديو كنحطهم ما كيوصلهمش للفيديو، فبالتالي يعني نقصوا المشاهدات والتفاعل في القناة بدا كيقل. حاولوا أنكم إلا ما كيوصلكمش الفيديوهات ديالي ديروا الاشتراك، يعني سحبوا الاشتراك وردوا في نفس الوقت وفعلوا خاصية الجرس وديروا واحد التعليق أسفل الفيديو باش ديما توصلكم جديد الفيديوهات ديالي. كنضرب لكم موعد في الفيديو الجاي، إلى اللقاء.